السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي كريم فاطمة الزهراء العماري. فاطمة الزهراء كدير فيه وبقى زايدة فيه. هو ما دايره معاه حتى شي حاجة وعمره ما شاف عليها شي حاجة خايبة. انا فاش شفت لا فيديو ديالك خليتيني شوية غادي نتفليك في عقلي. المهم دي اول مرة غادي ندير الفيديو، غادي نلوحو سو فيسبوك ولا سو يوتيوب. اختي انا اول حاجه ما كنعارضكش، انا نجي كنيا نيشان. الا كان عندك مشكل مع شي دري وهرب عليك، ما ماشي اي دري بحالك كيهربوا عليها. انا بعدا وليت كنحشم. لا ما كتحشميش. مالك على هاد الحاله؟ مالك دايره فراسك كتشوها؟ ما كاش الوقاحه هادي، اش هاد الوقاحة؟ اش كتقولي يا بنت الناس؟ واش عارفة راسك اش كتقولي؟ لكن ماشي مشكل، المهم انني واحد القضية ضرتني في راسي بغيت نناقشها وصافي. اش خاصك ديري باش ما يهربش عليك صاحبك؟ زيري السمطة شوية. يعني ما قلتي حتى شي حاجة مفيدة. زيري. انا كنخش بعتي شعرك فوق وضيعتي كلشي على الفلوس. جمعي راسك الاخت واحد شوية الله يخليك، تكلمي بواحد اللباقة، دوي بواحد الطريقه اللي تكون منطقيه. يعني بنت الناس لا بغيتي تزوجي واحد النهار وتستري ودير وليداتك؟ ستري لحمك ستريك ربي في الدنيا وفي الاخره. فهمتي ولا ما فهمتيش؟ كون انت اول وحده مع الرياض تستري راسك انت الاولى. زياده على ذلك ماشي ضروري انك تعري ولا تلبسي مقزب بزاف ولا تكمي ولا تشربي ولا تضيعي شرفك باش على حساب دري. سيري ستري راسك، عدو على لالياتك كلا كانوا كيدوزو من حداك وكيتصوروا، انا من دوزي من حدايا نشير عليك بالحجر. راه شوهتو بينا انا ما عرفت. شو يعني يا ابني؟ شو يعني تفهم عقلي؟